ليه الأيام اللي جاية مختلفة في مصر كلها؟ وليه هنشوف حالة جديدة في الأسواق والاقتصاد وظروف المعيشة؟ وإيه هي ملامح الفترة اللي جاية؟ خليكم معانا وهنعرف كل التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. مفيش حد في مصر ما شافش ولا عاش الشهور الصعبة واللي شدت أكتر وكانت عام ذروة الأزمات في 2023، واللي وصلت فيها الأمور لذروتها مع الناس بسبب الغلاء والأسعار الفلكية بعد خروج الدولار عن السيطرة في السوق السوداء ووصل 74 جنيه، وظهور مافيا الأسواق والاحتكار والتلاعب وحبس السلع، وكانت الأسعار بتتغير كل نص ساعة تقريبا وعلى حسب المزاج، في وقت كانت الحكومة بتسابق الزمن عشان تحل أزمة الدولار وبتحاول تسد الثغرات الخطيرة وتوفير تمويلات خارجية، وفي نفس الوقت عندها مشكلة مع صندوق النقد الدولي واللي كان مصر على التعويم في وقت كان هيكون فيه كارثة على كل المستويات لو تم تحرير سعر صرف الجنيه من غير احتياطيات، وخد معاك كمان تصنيفات دولية سلبية وما فيش استثمار مباشر ولا قروض، ومقابل ده كمان طلب بيزيد كل يوم على الدولار والبضائع نايمة في المواني، وسوق موازية متوحشة ومؤامرات داخلية وخارجية وصراعات على الحدود من كل ناحية وتهديد كمان الملاحة في البحر الأحمر، وكان مشهد صعب جدا وأيام وشهور عجاف نجت منها مصر بأعجوبة. الحقيقة المشهد قبل صفقة رأس الحكمة كان سوداوي وسيء ويائس، لكن قدرت الحكومة إنها تنتصر في النهاية على كل الأزمات دي مرة واحدة بعد توقيع الصفقة، واللي حصل بعدها كلنا عارفينه من تحرير سعر الصرف وانتهاء السوق الموازية واتفاق صندوق النقد وتعديل التصنيفات وبداية عودة المليارات الساخنة وحدوث انفراجة في أغلب الأسواق وبداية نزول الأسعار في السلع وانتهاء أزمة الدولار للأبد. يعني نقدر نقول مصر خدت نفسها بعد زوال شبح أزمة الدولار واللي كان الأب الشرعي لكل الظروف العصيبة اللي مرت بيها البلد. لكن الأيام اللي جاية في مصر فيها الكلام مختلف تماما، ومصر هترجع تنور تاني اقتصاديا وماليا، وهترجع تكون عامل الجذب والاستثمار مع الولاية الجديدة للرئيس السيسي واللي هتبدأ خلال ساعات بعد حلف اليمين الدستورية الثلاثة اللي جايين. كل المؤشرات بتقول ان الولاية الجديدة هتكون كلها خير وتقدم وانطلاق لسبب بسيط، وهو ان مصر عاشت اصعب الحالات واللي جاي ان شاء الله هيكون مختلف وهتكون في اول ساعات الولاية الجديدة، لان الرئيس هيعلن عن مفاجآت في الملف الاقتصادي تحديدا، وهيكون في بداية جديدة بحكومة جديدة ودماء جديدة وفكر مختلف واداء من نوع اخر. ولاية مش هتكون عادية، لكن هتكون ولاية الهروب للمستقبل بعد قهر المستحيل وهزيمة مؤامرات الفتنة في 2023 وتفويت الفرصة على دعاة التحريض واشعال الحرائق وبث الاكاذيب وترويج افكار الفوضى وتزييف وفبركة الحقائق. اللي عاوزين نقوله لحضراتكم ان اللي جاي كله هيكون شغل على مدار 24 ساعة ومش هيكون في مجال للتراخي، وهتحصل انطلاقات قوية في قطاعات الاقتصاد، وكل ده هيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع ده، ومش كلامه بس، وهنشوف وهنسمع كل التفاصيل من الرئيس نفسه. بانكير، نبض البنوك.